افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال المؤتمر الدولي للعلاج الجيني والطب التجديدي الذي تنظمه جامعة الخليج العربي بمشاركة نخبة من الأطباء الرواد والخبراء والأكاديميين والباحثين العالميين. يناقش المؤتمر أحدث ما توصلت إليه الأبحاث السريرية في العلاج الجيني والطب التجديدي والابتكارات العلمية التي ساهمت في علاج أمراض كانت مستعصية حتى وقت قريب. تنظم جامعة الخليج العربي تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال المؤتمر الدولي للعلاج الجيني والطب التجديدي لمناقشة الأبحاث السريرية والابتكارات العلمية في العلاج الجيني والطب التجديدي والتي ساهمت في علاج أمراض كانت مستعصية حتى وقت قريب كفقر الدم المنجلي والسرطانات الليمفاوية إلى جانب أمراض الأنسجة والغضاريف المعقدة وأمراض أخرى. المؤتمر هذا هام من عدة نواحي، نعتبره أنه يعني بداية خير بعد الكوفيد، أنه بالإضافة إلى وجود هذه النخبة من أفضل البروفيسورات حول العالم، يعتبرون بايونير في كل المجالات، بالإضافة إلى أنه يعالج أمراض كان من السابق صعب علاجها بالطرق التقليدية، الآن ممكن علاجها عن طريق العلاج الجيني، عن طريق الطب التجديدي. And it's a big pleasure and honor for me to be with you. يشرفني التواجد في هذا المؤتمر، إذ من المهم تجمع خبراء من تخصصات مختلفة للعمل كفريق. وفي مختبري نحن مهتمون في اكتشاف الأمراض النادرة المتعلقة بنظام مناعة الجسم، حيث نوضح آلية عمل المرض ونطور نماذج جديدة له، ثم نقوم بتصحيح جينات هذا المرض، وبعد ذلك ننقل هذه الاكتشافات إلى المرضى. يشارك في المؤتمر نخبة من الرواد والخبراء والأساتذة والباحثين العالميين من مختلف أرجاء العالم لعرض إنجازاتهم وتقنياتهم وأبحاثهم المبتكرة واكتشافاتهم السريرية في مجال العلاج الجيني والطب التجديدي لعلاج أمراض لم يكن بالاستطاعة علاجها بالطرق التقليدية. اليوم احنا في مؤتمر العلاج الجيني والطب التجديدي اللي بتنظمه جامعة الخليج العربي ومركز الطب التجديدي بالجامعة، وهو المركز جديد مهم يهتم بعلاج الأمراض الجينية والأمراض الوراثية، وحيكون نقلة نوعية كبيرة في العلاج بالجينات والطب التجديدي. الجين ثيرابي هذا عبارة عن فاشن دحين، يعني يورينا إنه كيف الأمراض اللي طول عمرنا مثلا اللي عندهم مثلا الأنيميا المنجلية دائما بيعطوهم بلاد ترانسفيوجن وكذا، بس الحين في طريقه انه ناخذ الجين هذا اللي فيه مشكله بعدين نحط جين صحيح وتصير الامور مره كويسه. وياتي المؤتمر بالتزامن مع الاستعدادات النهائيه لافتتاح مركز الطب التجديدي بجامعه الخليج العربي، والذي يتيح احدث التقنيات والكوادر البشريه لعلاج العديد من الامراض المستعصيه بواسطه تصحيح الجينات والعلاج بالخلايا الجذعية.